نقيض ذلك ارتفاع جنوني سجل في أسعار الكلأ والأحلف. عن الموضوع يحدثنا سعيد حريكة. انهيار كبير تشهده أسعار المواشي هذه الأيام بولاية بتنا، فسعر الشاة الذي كان يصل 4 ملايين سنتيم هوى اليوم إلى 2 مليوني سنتيم، مع توقعات بتواصل انهيار الأسعار أكثر فأكثر بسبب قلة التساقط التي شهدها فصل الشتاء هذه السنة. كانت غالية وضرك كي ولا الجفاف ولات هبط شوية في السوم، كانت تدير من 4 ملايين وروح حتى لـ7، وضرك من 4 حتى لـ3. يظن قال كي يديروا 25 3 2 صديق ولا ولاو هبطوا هي ولاو. قال لك من الماكله ما كانش، قال لك من الماكله ما كانش، كاين واحد هاك النهار يحكي قال لك ياكلوا في التراب. وبسبب الجفاف دائما تشهد أسعار الكلاء والأعلاف ارتفاعا جنونيا لم يعد يقوى عليه الكثير من الموالين. الخلا راهي قريب تلحق الشكورة نتاع 25 ب 60 ألف 70. كيما السرابة كانت ربك في 250 260 ومازال زاد تطلع. التبنى يدير 60 70 ألف. دركو هاك شوف احنا في الربيع ما كان والو. جفاف بدأت آثاره السلبية تظهر من الآن رغم أن فصل الشتاء لم ينتهي بعد. إلى موضوع آخر، أكد سائقو سيارات الأجرة بقسنطينة أن تسعير تأمين السيارات ارتفعت مقارنة بالسابق، وأن هذه الزيادات ليست في صالحهم خاصة مع ارتفاع سعر البنزين والمازوت. إذن سائقو سيارات الأجرة طلبوا إبقاء تسعيرة النقل على حالها. ميكروفون عبد الجليل حنديس وهشام طلبي. لاسيونس علاه ما تزيد لي لاسيونس؟ لاسيونس على الطريق المليحة، علاه ما تنقصليش لافينيات؟ ها لافينات نسلكو زيد الزاز طلعوا لافينات سبحان الله بعمدي. الطريق بارتو مكسره، بارتو مكسره، سكن لي زياده علاه زيد لي في لاسيرونس برك على واه. بزاف علي فريه الكونه بزاف تهلكنا. نطلبوا منهم ياخذوا بالعين الاعتبار سياره الاجره. ذاك لاسيرونس هذه اسم الانسان صح يامن روحه يامن السياره، بصح في التعويضات وهذه كاين مشاكل ما يزيدوا يزيدوا لي لاسيرونس، بصح حنا المشاكل تاعنا يبقاو سيتو في جهه التعويضات. و هو سكان بلدية عين الحجر بولاية صعيدة أزمة عطش حادة، حيث يلجأ المواطنون إلى شرب مياه التحلية المالحة والتي تسبب أمراض الكلى. ميكروفون بلال جاب الله ومحمد عمراني. راهم يدونا يوم بيوم يشربوا في الماء المالح ونخلصوا بالكسميلي، ورانا في ازمه تاع تقشف. راك تشوف الجفاف شويه المطره قليل. نطلبوا من السلطات المعنيه تاخذ امر لهذا الشيء. هذه ضيعه ماهيش مليحه، ما يبغيهاش ربي. هذا الحاسير راه محفور والماء تاعها قاعد يسيل، قاعد غيتمشى في الوديان. احنا ما استغلوا لا الفلاحه ما استغلها المواطن، احنا نتمنوا من السلطات. هي الماء هذا راه يضيع ومخلينا في 6 شهور قاعد يضيع، على ما ينفعوش به المواطنين بلديه عين الحجر. يحاول حرفيو المقاطعة الإدارية عين صالح بتمنراست الحفاظ على تراثي الأجداد، وذلك بتمسكهم بمختلف الحرف والصناعات التقليدية رغم ما يواجهونه من نقص الدعم والمتابعة. التقرير لعبد الرزاق حاجي وحميد عوالي. هي بعض من منتوجات المناطق الجنوبية، حيث يحاول حرفي منطقة عين صالح الحفاظ على تراث الأجداد رغم ما يواجهونه من مشاكل خاصة ما تعلق بنقص الدعم. بالنسبه للدعم احنا بالنسبه لنا احنا شهرنا دار صلة تقليدية، اول ناس يشدوا الحوانيت احنا هنايا وقالوا خرج الدعم وحنا ما شفناه ما كان والو. وحنا اللي نخدموا بايدينا، احنا عندنا الصنعه ابا عن جد، وحنا اللي شادين حرفه الصناعه التقليديه وتراث، ومانا باغيين نروحوا من البلاد. وفي المعارض احنا يعيطوا لينا نجوا باش نمثلوا ولايه تمنراس. ملي حلت الصناعه التقليديه رانا هنا، وحنا قالوا لنا كاين واحد الدعم رانا درنا فيه تسجلنا وعطينا كاع لي دوسيين تاعنا، ومن بعد خرج الدعم هذا يخرج وخرج يعني تقريبا كاع الناس اللي ما همش دايرين لونجيم ولونساج. فبالرغم من مجهوداتهم لابراز مكانه المنتوج المحلي للمنطقه، الا ان نقص المشاركات في المعارض جعلت منهم شبه غائبين على المستوى الوطني وحتى على المستوى المحلي. يعني النوعين من الدعم، كاين الدعم المباشر والدعم الغير مباشر، اذا صح القول. يعني الدعم المباشر هناك يعني حرفيين، عدة حرفيين من تمنراست نالوا الدعم،
في 2008 في 2013. وبين تصريحات السلطات المعنية بتوفير الدعم والمتابعة لهؤلاء الحرفيين وتأكيدهم على غيابها، يبقى العمل والمثابرة الحل الأخير من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية من الزوال والاندثار. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الموعد المحلي، شكرا لكم.